لو انا عايز اشاور على مجموعة البيانات اللي من ضمنها الخلية الحالية، بس انا معرفش النطاق ده هيكون قد ايه، لان انا ممكن اضيف بيانات بعد كده. يعني هو دلوقتي من A1 لغاية J8، لكن ممكن اضيف 10 موظفين بعد شوية فيبقى لغاية J18، او اضيف بيانات تانية فما يبقاش لجي يبقى لام. عشان كده عندي واحدة من الادوات المهمة اللي ممكن استخدمها اسمها Current Region. تعالى بس نقول له، تعالى نقفل البروجكت في بي اي وتعالى نعمل شيب. تعالى نخلي الشيب ده جنب الجدول وتعالى نسميه current region assign macro new active cell الخلية الحالية dot current region dot interior خليها dot font dot color equal 4. لو انا عايز استخدم color مش color index ممكن اكتب vb red، رغم ان انا واقف على الخلية دي بس، لكن هو ظلل كل الخلايا اللي في الجدول وما ظللش اللي براهم. هو ده الكرنت ريجن. ولو كان عندي موظفين تاني وقفت هنا اهو، تعالوا بس نخلي الاخرانيين دول كلهم باللون الاسود مثلا، برضو باللون الاحمر، يبقى current region بتشاور على النطاق اللي الخلية دي جزء منه وبتتمدد مع تمدد الملف. يعني current region مش بتشاور على range محدد، بتشاور على range متغير بتغير البيانات اللي حوالين الخلية. طبعا ده بشرط عدم وجود خلايا مدمجة او وجود صفوف فارغة.